مرحبا اخواني الاعزاء، هذا الفيديو راح نشرح شلون نقدر نحل مشكلة لعبة Resident Evil Village في حالة تشغيلها فما راح تشتغل او مجرد تطلع نافذة لون اسود وتختفي. طريقة بسيطة جدا، جزء ما يعني واحد يعني شفته باليوتيوب او بعض المواقع. تروح للغة، بس عليك كليك، تقول مور كيبورد سيتنجز. طبعا هذا على ويندوز 11، من حتى ويندوز 10 نفس الشيء. الشغله الاولى لازم تسويها بالويندوز ديسبليس لانجويج، تختار انجلش يونايتد ستيت، هذا الشرط يعني يكون اللغه انجلش بس مو يونايتد كينجدم يونايتد ستيت. هذا الشيء الاول. الريجن كذلك تخليه يونايتد ستيت، ريجن يونايتد ستيت، والريجن فورمات انجلش يونايتد ستيت كذلك. بقت شغله اخيره هي بالادمنستريتيف language setting كذلك تفتحه، تقول له change system local، تخليه English United States وتقول له اوكي راح يتطلب ريستارت. مين يسوي ريستارت؟ يعطي موافقة على تشتغل اللعبة. بس هاي اللعبة قدامكم. شغل طبيعي ما بيشي.